فيما يخص التحضير تاع المقابله تاع كرمه، احنا المقابله تاعنا نحضروهم بنفس الكيفيه، كل المقابلات عندها الخصوصيه تاعها. فريق اتحاد الكرمه يعيش في ازمه هذا الموسم، عندهم لاعبين عندهم مستوى مليح، الانطلاقه تاعهم كانت مليحه ومن بعد طاحوا في بعض المشاكل كما كاع لي زيكيب. انا نظن باللي عاودوا ولاو حقوا بعد النتائج ايجابيه، راهم يلعبوا باش يحققوا البقاء تاعهم. حنا دينا هاد العوامل كاع بعين الاعتبار، والطريقه تاع التحضير تاع المقابله تاعنا ما تبدلتش، سي توجور لو ميم بروغرام دو ترافاي. دينا الحصه الاولى تاعنا تحضير المقابله تاع كرمه اليوم، وان شاء الله كاينه دوزيام سيونس غدوه ان شاء الله لو ماردي لو ميركودي، باش نهار المقابله نكونوا واجدين من جميع النواحي باش نحققوا الهدف تاعنا وهو الفوز ان شاء الله والحفاظ على سلسله النتائج الايجابيه وابقاء 3 نقاط هنا في مصر عالم، باش نواصلوا المشوار تاعنا بكل جديه وبكل اراده واحترافيه. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لي زونترينمون كي راهم جايين مراكش فيها راهي مليحه الحمد لله، على البال والماتش الجاي اللي هو ماتش تاع كرمه ان شاء الله غادي يكون الديرني ماتش في رمضان. ايسي وحنا نجيبوا لهم الشهور اللي راهم عليهم مسؤوليه، يعني كيما يقول لك ان بيزي والاكسيسيون، والحمد لله راهم كيما يقول لك قريب نحقوا هذا الحلم، وان شاء الله نديروا كاع اللي علينا باش نحقوا الاكسيسيون ان شاء الله، باش نفرحوا كاع الانصار والناس اللي دايرين في الثقه الاداره الحمد لله. التدريبات راهم ملاح، رانا نوجدوا المباراة، المباراة هذه راها كشغل في نار، حنا عندنا اوبجيكتيف، وحنا خصنا ما كانش وين تكون الغلطة، باقي لنا 5 ماتش إن شاء الله يكونوا هاد 5 ماتش في نار، وحنا عندنا اوبجيكتيف نفرحوا هاد الشعب إن شاء الله ونطلعوا هاد ليكيب اللي راهي في 24 سنة ما حقتش طلعوا الصعود، وإن شاء الله نكونوا حنايا من النصيب تاع هاد الفريق ونكونوا بنيتنا إن شاء الله نديروا هاد نوصلوا لهاد الهدف إن شاء الله. Yeah, because.